الأمان النسبي في وسط خاركيف عمره قصير، فالمدينة كانت هدفاً للقوات الروسية منذ بداية الحرب. الجيش الروسي استطاع دخول وسط المدينة لفترة وجيزة في اليوم الرابع للغزو، لكنه انسحب بعد معارك عنيفة مع الجيش الأوكراني. المنطقة هنا باتت خارج نطاق المدفعية الروسية نتيجة الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني. هذا مبنى إدارة إقليم خاركيف الذي استهدف بصاروخ روسي، وهو أحد المباني الكثيرة التي تضررت هنا، لكن حجم الدمار في وسط المدينة صغير نسبياً مقارنة بما حل بضواحيها والبلدات المجاورة. سالتيفكا تبعد عن وسط خاركيف أقل من 20 كيلومتراً وعن الحدود الروسية نحو 40 كيلومتراً. من الصعب إيجاد مبنى واحد هنا لم يتضرر. المنطقة أشبه بمدينة أشباح، لم نجد أحداً من السكان ورأينا فقط عناصر من الجيش الأوكراني. على الرغم من أن المعارك باتت بعيدة نسبياً عن هذه المنطقة، لكن حتى الآن يمكن سماع أصوات القصف. السكان الذين بقوا هنا وعددهم قليل جداً يقضون معظم وقتهم في الملاجئ بسبب خطورة الوضع. متطوعون من مناطق أخرى في خاركيف يأتون إلى هنا يومياً حاملين مساعدات إنسانية. في الأيام الأولى للغزو سيطرت القوات الروسية على ملايا روغان شرق خاركيف. منظمة هيومان رايتس ووتش تحقق في ارتكاب الجنود الروس جرائم حرب هنا خلال سيطرتهم على المنطقة، بما في ذلك عمليات اغتصاب. البلدة عادت الآن إلى سيطرة الجيش الأوكراني، لكنها لا تزال قريبة من خط المعارك وليست آمنة بشكل كاف لعودة السكان إليها، كما هو حال معظم القرى والبلدات في هذه المنطقة. هبة الله بيطار، بي بي سي نيوز عربي، خاركيف.